مشاهدينا الكرام، رانا رجعنا لكم بالنسبه للوصفه تاع الحال لابارتي نيميرو 1، ان شاء الله يكونوا مفهومين. انا دوك جبت لكم كعك جزائري، بالعاني سميته جزائري باش ما يقولوا لكش ديناه منا، هذا من جدودنا كاين، هذا اب عن جد ربينا به. هذا الكعك ينباع في الحمام ويديروه بزاف في الشتاء، غير تاع قهوه حليب راح يجي بزاف بنين. مكونات تاعو اقتصاديه كاينين في كل دار، انا حاجه كي نجيبها لكم باش نشهيكم. كيما تكونوا دوكا قاعدين مقابلين تلفزيون، تنوضوا تروحوا الكوزينه ديروه من 4:30 يكون واجد، تشربوا به قهوه نص ساعه ماكسيموم، نقولوا ساعه بخدمته بتخماره بصوالحه وبطيابه، ساعه ماكسيموم راح يجي بنين 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 بزاف. واش عندي؟ عندي حوالي 4 كيسان تاع الفارينه، عندي نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، يلا شوفوا معايا مليح. ها 4 كيسان تاع الفارينه، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت. هنا عندي نص كاس تاع درت نص كاس تاع الماء، درت فيه شويه تاع ماورد، حوالي مغرفه تاع الماورد، ودرت فيه مغرفه تاع الحلبه، ودرت فيه واحد العشبه اللي اسمها الجلبه، هذه هي متوفره عند اللي يبيعوا الاعشاب ولا اللي يبيعوا لي زيبيس، راكم تلقاوها تقدروا ديروها، تقدروا تستغناو عليها، تقدروا ديروا غير الحلبه وحبه الحلاوه. هنا شويه حلبه وشويه حبه الحلاوه، واللي ما عندهاش الحلبه تقدر دير شويه حبه الحلاوه، راح يجي واحد الماء معطر، راح يجي واحد اللقو، راح يجي بزاف بنين. هنا ديروا حبه الحلاوه تغلي في شويه ماء، ومغرفه تاع ماورد ولا مازهر. هنا نص كاس عندي، وعندي نص كاس تاع مدافي، وعندي مبشور تاع البرتقال راه متوفر الحمد لله البرتقال، وعندي مغرفه تاع الخميره تاع العجين، وعندي مغرفه تاع اللحظه اللي هي بودره الحليب، وعندي نص مغرفه مشاهدينا الكرام تاع الخميره تاع الحلويات. هذا واش عندي؟ راح ناخذ بسم الله هذه الجفنه نتاعي ندير فيها، شوف كيفاش نبداو. نبداو بهذاك الماء المعطر ولا الماء الورد اللي قلنا درناه، جينا هذاك المنكه نص كاس، وعندي نص كاس تاع الماء، الماء يكون دافي، وعندي مشاهدينا الكرام نص كاس تاع الزيت كامل نص كاس، وعندي نص كاس تاع السكر قدامكم، كل حاجه سهله. وعندي مشاهدينا الكرام مبشور تاع البرتقال، اللي ما عندهمش البرتقال يقدر يدير الليمون عادي، وعندي مغرفه تاع البودره تاع الحليب، وعندي مغرفه تاع خميره تاع العجين. هذا واش عندنا؟ راح نبداو نخلطوا المكونات هكذا غير بالعقل. يلا شوفوا معايا واش درت. كنت جبت نص كاس تاع الماء دافي ونص كاس تاع الماء معطر. هذاك الماء معطر واش درت فيه؟ درت فيه نص كاس تاع الماء، درتو في كاسرونه، درت له شويه ماورد ولا مازار، ودرت له شويه تاع حبه الحلاوه، غليته شويه، طلق لي ديك لاكولير وخليته برد لي، وراني درتو هنا قدامكم. وضفت عليه نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع السكر، وضفت عليه مشاهدنا الكرام مبشور تاع الليمون للبرتقال، مغرفه تاع الخميره تاع العجين، ومغرفه تاع لحظه. هذا واش عندي؟ دوك كي نبداو نضيفو في الفارينه نديرو قريصه تاع الملح ونزيدو هذيك الخميره اللي قلت لكم عليها. توجد مكالمه، السلام عليكم. مرحبا بك كنزه، واش راكي اختي لاباس؟ الو السلام عليكم. صافا مدام، بيان عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، واش راكم نتوما كامل لاباس؟ والله الحمد لله يطول عمرك. الحمد لله، حبيت نبوك يعطيك الصحه على الوصفات تاعك والله الروعه. والله يطول عمرك تعيشي. ربي يحفظك، ربي يحفظك ان شاء الله. برك حبيت تعود لي الوصفه هذيك تاع الخبز، باسكو الحاج قريطار ما كتبتش الوصفه. شوفي واش عندك في الوصفه تاع الخبز. اه عندك كيلو تاع الفارينه. نعم. عندك زوج مغارف تاع السكر. اها. زوج مغارف تاع الخميره تاع العجين. اها. زوج مغارف تاع لحظه. نعم. قريصه تاع الملح. اها. وعندك نص كاس تاع الزيت. هاكي معايا؟ نص كاس تاع الزيت. اها. وعندك ثلاث مغارف، وعندك ثلاث كيسان تاع الماء يكون دافي. هذا واش عندك اختي العزيزه؟ هادو هما، وخليهم يخمروا. خليهم يخمروا مده ساعه. بعدها قرصي الخبز نتاعك، يدير لك ست خبزات هم في الفور يطيبوا قدامكم. دوك يعطوكم تشوفوا باللي الخبز راهو انقطعت المكالمه، قلت لكم الخبز اللي وجدناه دار لي ست خبزات راهو قدامكم يطيب. دوك يوجد لنا ان شاء الله نص ساعه يكون واجد. هنا مشاهدنا الكرام نعاودوا نولوا للكعك نتاعنا هذا.
هاي كيفاش يكون نايموه غير بالعقل. كي ديروا نصف الكميه تاع الفارينه نضيفوا نصف باكي تاع الخميره الكيميائيه هذيك، بعدها نزيدوا نضيفوا الفارينه. هنا الفارينه مشاهدينا الكرام تديكم حوالي 4 كيسان هكذا. نذكركم بالوصفه، نص كاس تاع الماء معطر هذاك، نص كاس تاع الماء دافي، نص كاس تاع الزيت مشاهدينا الكرام، نص كاس تاع السكر، وعندي مغرفة تاع خميرة تاع العجين، مغرفة تاع لحظة، مبشور البرتقال ولا الليمون واش عندكم؟ معليش، نص باكيت خميرة كيميائية هكذا. ما تيبسوش العجين تاعكم من فضلكم. شوف كيفاش راهو يتلاصق في يدي، ساعفوه بالعقل حتى وين يحكم روحو. من فضلكم يسيو كيفاش دايما العجين ما تيبسوهش، باسكو العجين كي يتيبس مشاهدينا الكرام الكاطو تاعكم ولا الخبز تاعكم يجيكم بزاف يابس. ها هنا عندي 4 كيسان تاع الفارينه جات سواسو، ندير غير شويه هنا في يدي كميه قليله باش اللايمو. فوالا هاو الكيك تاع الكعك تاعكم كيفاش يجيكم. لازم لاباط ولا العجينه تجيكم هكذا ملساء من فضلكم، راني غير نقول لكم من فضلكم ما تيبسوش العجين باش يجيكم الشباب. راح نحطو لكم فوق سطح العامل، انا لايمناه قدامكم كل حاجه قدامكم. ها شوفوا كيفاش يكون. نغسل يدي برك. يلا مشاهدينا الكرام مازلنا نستناو فيه اتصالاتكم. ما هنا مشاهدينا الكرام الكعك نتاعكم تخليوها يخمر شويه ويروبوزي في نفس الوقت. راح نجيبو ريسيبيون نديرو فيه كميه قليله تاع الزيت، نديروش الزيت حتى يولي يسيل بالزيت، غير هكذا شويه برك هكذا. تاخذوا شوفوا العجينه لازم تشوفوا هذه هي الصحه، شوفوا العجين كيفاش يجيكم. راكم تشوفوا معايا العجين يديكم طري طري ما يجيش هذاك اليابس. تحطوه تجيبوا بابي فيلم ولا ترشونه ولا الحاجه اللي عندكم في الدار ولا كاش تليق مقيقي الله الله تاع الكوزينه. فوالا وتخليوا وقت لكم يروبوزي واحد نص ساعه مع اللي يخمر شويه هذيك هي. انا نحطو منها على الجانب، انا كنت ديجا وجدت شويه مقبل هذا ما عندوش بزاف من اللي وجدتو. ها قدامكم هنا مشاهدنا الكرام جيبوا ميزان، تحبوا تخدموا بالميزان تحبوا تخدموا بيدكم عينكم ميزانكم. إذا عندكم ميزان متوفر في المنزل تخدموا بالميزان. إذا شفتوا بلي أنا قليل ونقول لكم على الميزان وكامل نخدم كل حاجة بالعبر. أنا واش عندي مشاهدة الكرام راح نديرهم 100 غرام في الوحدة. ها هاي كيفاش تكون. ها سبحان الله 100 غرام 100 غرام في الحبة. من بعد هيك لويوها هكذايا ونحطوها، ما احنا نوجدهم لكم. مشاهدينا الكرام يرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر. تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. مشاهدينا الكرام نكون عاد نقولوا الكيك تاعي هذاك بالخف، درت له شويه برك تاع الملح دقتها بانت لي شويه مسوسه. هذاك الجواز تاعنا راهو يبكبك الله الله، راح نخليوه حتى وين لاصوص تاعنا تعقد ما تخليوهش شرورو. شكرا شكرا يعطيكم الصحه. يلا مشاهدنا الكرام نعاودو نولو هنا بالنسبه للكعك نتاعي. بعد ما ديرهم الليبولات على شكل 100 غرام تجيكم 10 حبات، يسمى الكميه اللي درناها تجيكم شغل كيلو العجينه واجده 100% فيها كيلو تاع الفارينه. هاي
انتوما برك هنا من فضلكم ما تخلوش العجين تاعكم بعد ما ديروه هكا ما تخليوهش يضربوا الهواء ولا قاعد وحده، نغطيوه هكذا ونبداو نخدموا بالحبه، نغطيوه ونبداو نخدموا بالحبه. راح نجيب سنيوه، سنيوه درت فيهم قال الخبز ديني عليش، هنجيب هاد السنيوة عفوا نديرو لها ورق الطهي مشاهدنا الكرام بياسر، نديرو كمية قليلة تاع الفرينة قريب ما نديروش. قلتلكم نسيو كيفاش الكاطو تاعنا هذا من يبسوش، نجيبو حلال نبداو نفتحو العجين تاعنا غير بالعقل هكذا هكذا، العجين تاعنا نفتحوه بالطول هاي كيفاش نفتحو العجين تاعنا. ها يلا توجد مكالمة. السلام عليكم. مساء الخير شيخ. واش راكي؟ لاباس وانت كيفاش راكم؟ يطول عمرك تعيشي وانت واش راكي مع الصحة؟ لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله. منورين شيخ. الله يطول عمرك. سيلة. الله يطول عمرك نسم سيلة وشرام أشواق. والله غير لاباس يسلموا عليك كامل. الله يطول عمرك تعيشي. قولي لي كيف راهم الأجواء عندكم أشواق؟ والله ما كذبش عليك. كاش برد كاش شتاء؟ ما كان والو، ما عندناش لا برد لا شتاء هنايا. كاش منها؟ والله ما عندنا. مسيلة أنا مو باردة في الشتاء. والله ما كان والو. معليش ربي ان شاء الله يرزقكم بالشتيوة ان شاء الله. ان شاء الله. والله شوف حبيت نقترح عليك برك. بيان سور. شوف راني حابتك دير لنا البقلاوة. نعم وما عليهم يكون لا خاطرك. خلاص راني حابة نتعلمها يعني بطريقة احترافية، راني نحاول تتعلمها لنا. ان شاء الله ان شاء الله ما يكون لا خاطرك. العجينة وشنو؟ العجينة تقليدية ولا بات فيلو ولا وش حبيت؟ يعني جينيرال مو خلاص نحب اي بقلاوه وخلاص يعني باش نكون واثقه من روحي في البقلاوه برك. اي كل خاطرك اختي ما كاينش مشكل نجربوها ان شاء الله. شكرا شكرا انتظار. شكرا شكرا سيدتي تعيشي. شكرا صحة امسية سيدة. مشاهدنا الكرام نفتحوا العجينه نتاعنا بطريقه هذه، نلويوا العجينه نتاعنا هكذا غير بالعقل. هاي طريقه سهله. ها هكذا ها ماشي حاجه كامل كبيره. نجو هنا وين تلاي من العجينه نقرصوها هكذا بطريقه هذه هاي، شوفوا معايا مليح انا هكذا. بعدها نزيدو نروليو شويه العجين تاعي، نكسلو هكذا شويه بيدي هكذا، ناخذ الموس ماشي وين يتلاي منا العجينه في الجانب الاملس هكذا. هاي كيفاش نبداو نقطعو بالموس تاعنا. ها راح ينجح لكم 100% الكعك هذا، وراح يجيكم بنين وخفيف وغير تاع قهوه حليب. ها هكذا قلت لكم تقدروا كاع كيما راكم دوكا تجربوه غير تاع الشتاء. الله الله هاي كيفاش تجي الحبه. نزيدو قلت لكم نديرو كميه قليله تاع الفرينه، نبداو نفتحو في العجينه تاعنا غير بالعقل هكذا. هاي كيفاش تكون كيكون العجين شباب يتفتح وحده، مانيش حاب نفتحو انا بالناكتيفي فيه باش لافون تاع الحبه ما تخسرليش باش يجوني كامل على قد واحد. ها نفتحوها حوالي 20 سنتيم هكذا. هاي هنا قلت لكم نقرصوا العجين تاعنا هكذا، بعدها نزيدو نحربشو شويه بيدنا، نجبدو شويه العجين تاعنا هكذا. ها هكذا ناخذ الموس ونديرو له هكذا حوالي نصف سنتيم بين التقطيعه والتقطيعه. ها ها طريقه سهله للغايه. بعدها نغلقو الحبه تاع الكيك تاعنا هكذا ونزيدو نعطوها لا فورم شابه هكذا، نزيدو زوج حبات ولا. بعدها نجيبو شويه حوالي حبه ولا تنين تاع صفار بيض
ندهنوا الكيك تاعنا ونرش نديروا له شويه تاع جلجلان من الفوق. ها هكذا هاي طريقه سهله بزاف، مش اي وحده تقدر ديرو. ندخلوا الفرن على 180 درجه واحد النص ساعه هكذا كيكون واجد، 30 دقيقه ان شاء الله باذن الله راح يكون واجد. نزيدوا حبه ونخرجوا فاصل. هاي المشاهدين الكرام فتحوا العجين تاعكم بالطوله باش لافورم تاع الحبه تجيكم شابه. ها حوالي 20 سنتيم. هاي كيفاش تكون لافورم قبل ما نروليوه. دوكا نقرصوا العجين تاعنا شويه هنا فوالا، بعدها ناخذوا الموس ونقطعوه. ان شاء الله نكونوا شرحنا لكم شرح مفصل للوصفات تاع اليوم في ثلاثه، وتكونوا دونتوا معايا الوصفه وتكونوا ديتوا معايا بوكو بليس طريقه. باسكو علاش الوصفه بلا الطريقه ما درنا والو، لازم تدوا معايا الوصفه في نفس الوقت الطريقه. انتم هنا مشاهدينا الكرام تقدروا ديروا غير صفار البيض، انا كنت ديجا وجدت بالصفار باش ما نرميش البياض، راح ندير صفار مع البياض. ندهن هذاك الكعك نتاعي شوفوا برك بانسو هكذا. سي كيفاش تدهنوه مام من الداخل، لا سي كيفاش البانسو يتشمخ لكم مام هذاك التقطاع هذاك اللي تكون بين التقطيعه والتقطيعه باش ما يجيكمش شغل لا كولور هذيك الداخل تجيكم بيضه، فهمتوني؟ هذيك التقطيعه هذيك لازم يلحقها البيض باش تدهنوا الحبه كامله مام من الداخل، لا داخله في الحرفه. فوالا هكذا شوف هكذا مام الداخل. هنا مشاهدينا الكرام اذا كم حابين يجيكم مفخفخ ويزيد يجيكم الشباب ماخر زيدوا خليوه، اذا ما كنتوش مقلقين غطيوه بالطرشونه وخليوه 10 دقائق يزيد يخمر شويه، بعدها يكون الفرن تاعكم سخون دخلوه للفرن هكذا. دوكا غطيوه بالطرشونه حوالي ربع ساعه اذا ما كنتوش مقلقين، يزيد ينجح لكم ما اكثر، تخليوه هكذا ربع ساعة مشاهدينا الكرام، بعدها تدخلوه يطيب. مشاهدينا الكرام راح ندخل الكعك نتاعي يطيب، إذا تكرمتم قعدوا معنا نوجد لكم الأطباق اللي كنا وجدناهم، ندير لكم لا بريزونطاسيون، نروحوا فصل قصير ونرجعوا لكم. مشاهدنا الكرام بالنسبة للوصفة تاع اليوم اللي كانوا من إعدادكم أنتم رديتونا من وقتكم، شوفوا برك حاجة، شوفوا ذاك الجواز اللي كنا درناه شتوي، قلت لكم زدت له غير هذيك الكمية تاع لافيونداشي ولا البولي آشي ولا الدنداشي، هذا كيقعد اختياري هنا، ما بازيناش على الدل الحميت، وهذا كان عندنا شوية في الثلاجة درناه، بلا لافيونداشي هذا ولا الدنداشي راح يجي بزاف بنين، شوفوا القوام تاع لاصوص كيفاش جات خاطرة، ماشي هذيك اللي شرور وغيرها، ما جات مسكة بالحرور، الخضرة كامل طيبه، وهذا الطبق بزاف 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 غني بالالياف وغني تانيك بوكو بليس لوليداتكم، هنا راح يجيهم حاجه اللي تاخذ لهم كامل وقتهم تاع لا جورني، ترفد لهم كامل صحتهم. وبالنسبه مشاهدينا الكرام هذاك الكعك اللي كنا وجدناه كيف كيف تانيك جا بزاف بنين، شوفوا كيفاش جا، شوفوا كيفاش جا، لازم تشوفوا مليح كيفاش جا باللي جا شغل على شكل اسفنجي. فوالا هذا راح غير تاع قهوه حليب تاع حشيه راح يجي بزاف شباب وخفيف، المكونات قلت لكم مشاهدينا الكرام كاينين في كل دار. والحاجه اللي عجبتني بزاف الاطباق تاع اليوم كامل روعه، الخبز اللي كنا وجدناه كيف كيف، شوفوا برك بالنسبه للخبز مشاهدينا الكرام راح نقسم لكم برك شويه تاع الخبز، شوف كيفاش جا الموسى ويدخل وحده، شوف كيفاش جا الخبز، شوفوا كيفاش جا صدقوني غير خفيف روعه الخبز. شكرا شكرا ليكيب، حابين ندير تحيه كبيره للي كاميرامان على راسهم المخرج، راهم يتعبوا بزاف باش يعطوكم التدقيق تاع التدقيق تاع التدقيق، راهم يجوا لكم لكل حاجه ما يخلو لكم حتى حاجه تروح، تحيه كبيره لهم. نقول لكم برك بلي نضربوا لكم ان شاء الله بموعد جديد وبوصفه جديده. سلام.